ولتعليق ينضم إلينا من نيويورك المحلل السياسي أحمد فتحي. سيد فتحي أهلا بك. مجلس الأمن يستنكر بشدة التفجيرات التي شهدتها العاصمة السورية أمس، ودعا كل الأطراف إلى الالتزام بخطة السلام المدعومة أمميا. كيف تقرأ هذا الموقف في ظل تأكيدات دمشق على مسؤولية القاعدة عن هذا التصعيد؟ بكل تأكيد مجلس الأمن استجاب للمبادرة الروسية وأصدر يعني بيان أدان فيه الأعمال الإرهابية، وكذلك بان كي مون السكرتير العام وكوفي عنان المبعوث الأممي المشترك مع جامعة الدول العربية، بالإضافة إلى نبيل العربي أمين عام جامعة الدول العربية. فهناك إجماع في المجتمع الدولي لإدانة مثل هذه الأعمال، ولكن أنا استمعت إلى تقرير السيد بشار الجعفري مندوب سوريا في الأمم المتحدة، وبعد أن انتهى من تلاوة التقرير التقى مع بعض الصحفيين وكان يتحدث عن الأسطوانة المدمجة التي بها الاعترافات. وعندما طلبناه بنسخة من هذه الأسطوانة أجاب أنها متاحة فقط لأعضاء مجلس الأمن، فنحن لم نطلع عليها حتى الآن. نعم. بلا شك ما حدث هو تحول جديد في الموقف، استخدام الانتحاريين من الناحية الأولى، تقنية السيارات المفخخة، مما يؤدي إلى استنتاج أنه يوجد خبرات لم تكن متوفرة لدى الثوار في سوريا تم الاستعانة بها. أنا لا أعلم إذا كان أي من الفصائل الثورية السورية سيتحمل نتيجة هذا العمل أم أنه سيظل على المشاع. نعم سيد فتحي، مندوب سوريا لدى مجلس الأمن قدم لأعضاء المجلس ما قال إنها وثائق مسجلة لاعترافات إرهابيين ينشطون في سوريا كما ذكرنا. كيف سيتعامل المجتمع الدولي مع أي أدلة تقدمها دمشق في هذا الشأن، وهل برأيك سيعترف بمصداقيتها؟ يوجد احتمال كبير. المزاج العام في داخل أروقة مجلس الأمن هو بيتحول، يعني طبعا حصل إدانة ولكن يوجد لديهم استعداد للاستماع وتحليل هذه الاعترافات، وتوجد الأجهزة الخاصة تستطيع يعني أن هي تدلي بدلوها. ولكن الحدث هو حدث إرهابي بكل معنى الكلمة، ويدان ولا يخدم الوصول إلى حل سلمي للقضية بأي شكل من الأشكال. نعم أستاذ فتحي، دموية التفجيرات التي عاشتها دمشق أمس الخميس أثارت موجة إدانات من كل الجهات، لكن لم يتضح حتى الآن من يقف وراء هذا التصعيد. برأيك من هي الجهة الأكثر استفادة من أي انتكاسة لمساعي التهدئة؟ لا أستطيع أن أجزم بالتحديد على أي جهة تقع دماء الأبرياء الذين سقطوا اليوم في دمشق وتعازينا للشعب السوري في ضحاياه. نعم. ولكن بصمات تنظيم القاعدة واضحة في هذه العملية في نقطتين: استخدام الانتحاريين، وهو يعني لم يكن من أساليب المقاومة السورية، والتفجير باستخدام يعني مواد تفجيرية متطورة لم تكن أيضا هذه الخبرات المتفجرات موجودة لدى المقاومة السورية، فهي عمل خارجي من طرف يريد أن يفسد عملية الحوار والمصالحة في سوريا. كما ذكرنا في تحليل سابق وصلنا إلى مرحلة أننا يعني الموقف يتجه سريعا جدا إلى سيناريو الحرب الأهلية الشاملة، وفي هذه الحالة لو حدث فسيكون الجميع خاسرين، النظام والمعارضة. نعم، من نيويورك المحلل السياسي أحمد فتحي، شكرا جزيلا لك.